شاي بمختلف النكهات وأكلات تقليدية في قاعدة صحراوية، رسومات للرجل الترقي الأزرق في لوحات فنية، وأجواء تروج للثقافة السياحية الجزائرية. لست هنا في قلب الصحراء بين قصر تميمون وضفاف طاغيت، وإنما في خيمة جولدن هاوس التي نصبت أوتادها بحديقة التسلية في مستغانم لتكون صرحا للموروث الثقافي الجزائري. هنا في هذا الصرح الصحراوي كريناه على اساس انه باش نقربوا شي المسافه من الصحراء، باش نجيبوا الترويج للثقافه الصحراويه تاعنا. الزبون قال كي يجي هنا يعيش اجواء صحراويه، واليوم يروح يسافر كاع للجنوب يجي غير هنا يعيش في هذيك اللمسه الصحراويه هذه، يسمع موسيقى صحراويه، يشم بخور صحراوي هكا، يلقى اكل صحراوي، يلقى يشوف حيوانات صحراويه بار اكزومبل مثل الغزال. كي تجي هنا تلقى ان كوتي صحاريان تروج، يشوفوا لا كولتور صحاريان هذه افيك بليزير. فريق الخيمة الذهبية ساهر على توفير أجواء تنبض بالجمال الصحراوي، مما جعلها سببا في الجذب السياحي للجزائريين والأجانب وقبلة لعشاق الأجواء الصحراوية. الصحراء الجزائرية في ولاية مستغانم نحسوا الذابون بهذه التقاليد الصحراوية، كل ما دخل الذابون الخيمة الذهبية هنا في مستغانم يعيش عيش أجواء صحراوية من أكلات تقليدية وشاي وقعدة صحراوية. فيها خيمة شابة، فيها لاتاي يسربوا لاتاي شباب، عندهم سيرفيس ما شاء الله. اوليو اللي نروحوا نديبلاصيو حتى الاضرار ولا حتى تيميمون ولا حتى الجانت، هما ديبلاصاو عندنا. نقول لهم انا ما شاء الله وقد ما نوصف لهم ماشي كيما يجوا هما هنايا، بلاصه فورميدابل. السلام عليكم. السلام عليكم، انا من بوتسوانا، جئت الى مستغانم واتواجد الان بالخيمه الذهبيه. المكان جميل جدا وأنصح الأجانب بزيارته. هي خيمة أعادت النفس للسياحة الجزائرية، ارتحلت قاطعة آلاف الكيلومترات لترسم صورة عن صحراء تمركزت في لؤلؤة الغرب الجزائري مستغانم.